أول دورة استراتيجية لوزارة المالية كانت في 2008، وفي 2008 أعلنت الوزارة أنها تبتدي في دراسة الضرائب المختلفة، وضريبتين اللي تم الإعلان عنهن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأيضا ضريبة الشركات. فبالتالي ضريبة الدخل يعني الوزارة ما سوت فيها أي شيء، ولم طلب منها أي دراسة عن ضريبة الدخل على الأفراد.